قال يسوع: أنتم نور العالم. أعزائي، يعني هذه البلاد مشهورة جداً عادة في الأراضي المقدسة، كل شبر أرض مهم جداً، حتى بيزرعوا الجبال وبيزرعوا التلال في كل مكان. عادة بيبنوا القرى والمدن على الجبال وبيخلوا الوديان والأراضي المسطحة حتى يزرعوها، بيستغلوا كل شبر أرض للزراعة، فالأرض خصبة جداً والمكان جميل جداً. ففي أي مكان في المساء لما بتشوف النور مضوي بتشوف هيك مثل قالق، مثل كواكب، مثل نجوم في السماء، هي عبارة عن مدن وقرى. قال يسوع: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. فالسؤال، إحنا سمعنا التعليم عن النور، أنتم النور، هل حقيقة أنت نور المسيح؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل أنت تنير في حياة الناس؟ هل حياتك شهادة وتأثير فعال على كل من حولك؟ أصلي أنه فعلا اليوم تختبر نور المسيح المغير الكاشف اللي فعلا بيخلص كل حياتك حتى تكون ابن للنور وتسلك في النور. الرب يباركك.